بعد ما شفنا اخبارنا وبعد ما تابعنا كل فرقنا عندنا الجانب الاخير من الحوار في الحلقه او الجانب الاخير في الفقره دي هو عباره عن الحوار مع جهاز فني كره اليد في النادي الاهلي سيدات. نرحب بيهم معانا كابتن ياسر صلاح المدير الفني ورئيس جهاز كره اليد سيدات. اهلا بك كابتن ياسر. اهلا بيك كابتن خالد. معانا كابتن صلاح ابراهيم مدرب حراس المرمى للدرجه الاولى. اهلا بيك كابتن. مظبوط كده. كابتن سميره جمعه. انا قلت كابتن سميره سيد قبل في الاول. برحب بيك كابتن سميره جمعه مخطط احمال او مدربه احمال الفريق الاول لكره اليد السيدات بالنادي الاهلي. كابتن ياسر هنبدا من حاجه بنتكلم بصراحه دايما. امبارح حصلت حاجه مفاجاه, حصل حراك من الناس ان النادي الاهلي خسر مباراه امبارح في كره اليد السيدات. بقى لنا كتير ما خسرناش ما شاء الله, يعني مش عايزين نقول, لكن عايزين نقول للناس ايه اللي حصل. ايه اللي حصل امبارح؟ لعبنا مع المعادي وخسرنا. نادي المعادي, نادي المعادي اكيد نادي محترم واكيد المنافسه اختلفت في الحقيقه. فقولي ايه اللي حصل امبارح. طبعا يا كابتن خالد احنا عارفين انا بقالي بالظبط سنتين مع الفرقه, كنت مدرب عام. كان المستوى في خلال السنتين دول بتاع الفرق الثانيه كلها بيعلى واحده واحده. كان اخر حاجه ان كان في عندنا مواليد 98 ومواليد 2000. الفرق بدات تدعم نفسها لان طبعا اتلغت 98. تمام. وبدات الفرق اللي كانوا في 98 بداوا يلعبوا درجه اولى. فرقه المعادي من الفرق اللي كانت بتجهز نفسها في خلال السنتين دول. واحنا يمكن قلنا انها هتبقى فرقه ليها مستقبل. انت عارف المعادي زمان كان ليه مستقبل, يعني كان فرقه طبعا كويسه من الدوري, كان في المربع. تمام. هي والجزيره. تمام. في خلال السنتين دول بدات الفرقه كانت بتلعب 98 بتلعبها درجه اولى. في خلال الفتره ديت فرقه بدات تقف على حيلها. واحنا كان واخدين من نادي المعادي كان عندنا لعيبه اسمها كشكوش. شيماء. شيماء بالظبط. وكان عندنا المجموعه اللي هي كانت بالنسبه لنا احنا ما تمشيش مع النادي الاهلي. راحوا الشمس وبعدين راحوا من الشمس على المعادي. نظريه في ان انا عندي السنه دي بالذات في ناس كتير قوي بطلت. مراحل السنيه اللي عندي بلعب مراحل سنيه صغيره جدا. يمكن انا عندي ثلاثه من مواليد 2000 اساسيين عندي في الملعب. وعندي من مواليد 98 اربع لعيبه و 96 حوالي خمس لعيبه. احنا بص يا تاسر, احنا بس كنا عايزين نسال السؤال لان السؤال ده بيراود الوسط الرياضي في النادي الاهلي ان احنا خسرنا امبارح. الخساره من عمرها ما كانت نهايه المطاف, بل بالعكس هي بالظبط على طول عمرها اعتقد خساره عاديه جدا لفرقه ممكن يكون الدي اوف بتاعها, ممكن يكون حاجات كتيره. طبعا. لكن خلينا نتكلم بصفه عامه على الفريق, اعداد الفريق لمرحله الدوري. احنا كنا الاول عندنا بطوله عربيه وما اشتركناش في البطوله العربيه. بالظبط. ايه بقى اللي حصل؟ احكي لنا كده يا كابتن ياسر البدايات بتاعتك مع الفريق. هو احنا كنا مجهزين نفسنا للبطوله العربيه, كانت موجوده هنا في القاهره. وكنا بنعد كويس جدا على اساس انها هنلعبها. وكنا عاملين اعدادنا ان الدوري هيوقف الفتره ديت. فوجئنا ان البطوله العربيه الاتحاد العربي لغاها من القاهره وداها تونس في شهر 12. تمام. عقبال ما هيأنا نفسنا تاني للدوري المصري. تمام. خدنا وقت من حوالي اسبوعين او ثلاثه. وكنا بنلعب مؤجلات كتير. انا كنت بلعب حوالي ثلاث ماتشات. تمام. تمام في الاسبوع. وكان عندي اصابات كتير. زي نصره وزي ساره حسام. الاثنين من اهم عناصر عندي في الفرقه. هي قدامنا على الشاشه بس نقول للجمهور دي شيماء رقم 99. ايوه 89. دي اللي كنا واخدينها اعاره من نادي المعادي. اتفضل. تمام. بدانا نخش في شويه في الدوري وفوجئنا طبعا بالاصابات اللي حصلت لنا. ماتش امبارح كان ليه ظروف لان انت حضرتك عارف ان احنا بنلعب دايما في صالات. فوجئنا ان الملعب طبعا سيء للغايه. المعادي. المعادي حتى الاضاءه.
والحمد لله يعني انا شايف ان ده مكسب لينا، لان انا كنت امبارح بلعب بسن صغير جدا لبقيه الموسم، لان انا لازم اجهز الموسم. كابتن سميره اختلاف الاوقات، يعني احنا كنا مخططين احنا نلعب بطوله عربيه، اعتقد بتلعب الحمل حمل معين، لما اختلف والبطوله العربيه اتلغت عملنا ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ بنعمل ايه في التدريبات دي؟ هو احنا طبعا اول ما ابتدينا سيزون كنا بنستعد للبطوله العربيه، لان هي تعتبر كانت اول منافسه بعد توقف اللي هو بتاع الاجازه. تمام. فكنا شغالين اللي هو التمارين بتاعتنا عادي، وبعدين لما جت دخل فيها حوالي ماتشين ثلاثه من الدوري، وكانت تعتبر ماتشات الى حد ما برضو ضعيفه، ما كانتش جامده قوي. فبعد كده لما البطوله اتنقلت وميعادها اتغير، فكان في شهر توقف، لان كان في بطوله، كان في دوره دراسات دوليه على هامش البطوله، فالفتره دي اخذنا فيها شهر مفيش منافسات خالص. فكنا شغالين التدريب بتاعنا عادي جدا، ما كانش في اختلاف، بس اللي هو ايه قولي لي وانت طالعه بالحمل كده وفجاه تلاقي نفسك مفيش بطوله، بتحسي بايه؟ يعني غيرتي البرنامج ازاي؟ لا طبعا بتبقى يعني الصدمه بتبقى كبيره، ان احنا اساسا حاطين في دماغنا احنا نلعب بطوله عربيه ومجهزين لها كل حاجه، وخلاص احنا كنا يعني خلاص. وبعد كده مره واحده قالوا لنا دي اتنقلت بره مصر. يعني كنت شايفه حماس وروح اللاعبين في التدريبات معاكي وتدريبات مع كابتن ياسر؟ طبعا. نقدر نعمل حاجه؟ طبعا نقدر نعمل حاجه. طبعا شايفه من وجهه نظرك لعيبه كبيره قبل كده. البطولات العربيه بتبقى يعني بتبقى اخف كتير. مش عايزه تقولي كتير انت، صح؟ لا انا عارف ان كتير. فبصراحه كابتن ياسر كان والله كنا عاملين شغل كويس جدا البطوله، بس هو مفيش نصيب ان احنا نشترك فيها او ان هي تتلعب. يعني يا ريت لسه هكمل، لسه جايز نسافر تونس. كابتن صلاح حراس المرمى جاي في ملعبي طبعا، صح؟ يعني طبعا. لازم نتكلم. بتواجه مشاكل؟ انت عندك اعتقد خمس حارسات مرمى، صح كده؟ مع اربعه. معاك اربعه دلوقتي. الاربعه الموجودين بنختار ازاي؟ بنعمل ايه؟ يعني المنافسه كتير، انا عارف ان المنافسه قويه جدا بالاربعه طبعا. حارسات كلهم متميزين طبعا. اتفضل. هو عندنا عنصر الخبره في الاربع حراس، غاده وبعدها موني وبعدها هند وبعدها اي لسه متصاعده من 98. هايل. فانا بشتغل شغلي معاهم. اما بتيجي بس ساعه الماتش الكابتن هنبدا مين بكذا، هو الكابتن بيختار بصراحه بقى. كابتن ياسر بيختار ولا انت اللي بتختار؟ لا طبعا، هو المدير الفني الاول. هو ساعات بيشاور انت عايز تبدا بمين النهارده. اقول له مثلا ابدا بكذا، ببقى عارف مثلا انت عارف حضرتك حارس مرمى طبعا، الماتش ده الفرقه اللي لعبها دي بتاعتي. انا حظي عالي عليها قوي، نجم كويس. عالي كويس. ممكن اقول له دي مثلا النجم بتاعها عالي، فهو كويس. الماتش ده لكن في ماتش هو بيحدد مين اللي هيلعب. خلاص انا ما اتكلمش فيها. بتواجه، خلينا كابتن ياسر بس نقول انت النهارده كابتن صلاح بيقول لك مثلا لاعب موني، لاعب هند، لاعب كذا، بتشوفها ازاي من وجهه منطلق مدير فني؟ انا طبعا في اداء في التمرين تمام، بالذات الاسبوع اللي هو بيبقى فيه ماتشات تمام، بتبقى عيني مركزه شويه عن مين اللي هيبدا والماتش اهميته ايه بالظبط تمام، مين يقدر يقف في المباراه ديت. بيبقى عندي جسمانيا بقول والله ده اطرافه طويله، ده ناس بتشوط فوق في المقصات، انت طبعا جون وفاهم الكلام دوت تمام. وابدا احط عيني على الكلام دوت، وبتكلم مع صلاح بقول له والله لا، ما بنختلف في وجهات النظر، بقول له والله لا ده فلان بيشوط فوق وانت الجون الثاني او الجون اللي انت ده ايديه قصيره شويه، لا فلان ايديه اطول فهيبقى سهل ان هو يقدر يطلع الكوره. بيبقى في تفاهم كتير. يعني بتقعد معاهم على جهازك وتتكلم معاهم وتاخد رايهم؟ اكيد. بتشتغلوا تيم؟ طبعا. دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه مهمه جدا، وطول عمرنا بنعملها قبل المباراه وبعد المباراه مباشره. كابتن سميره، عشرتي مروه عيد كانت لعيبه معاكي في الملعب وما شاء الله عليها، محترفه في اعظم دوري في العالم في فرنسا. من وجهه نظرك في نيس بالظبط، من وجهه نظرك هل ممكن نشوف زي كابتن مروه عيد عندنا في البنات ونقدر نوصل للمستوى ده ولا ايه بالظبط بصراحه؟ هي اول حاجه هي مروه طبعا لعيبه مهاريه من الدرجه الاولى، وهي حابه ان هي تبقى في الجزء ده. احنا عندنا في لعيبه كويسين برضو دلوقتي، بس ما فيش الطموح بتاع اللي كان عند مروه عيد، او ان هي تسافر وتحترف بره وتعمل ليها اسم. طبعا هنا دلوقتي معظم البنات بقى بتبقى عايزه دراسه مع الاسره، قاعده في الاسره. اعتقد مروه مفيش حاجه للسفر او ان هي تسافر. مروه كان عندها قلب ميت صح؟
واسرتها كمان عندهم البنات ان هم يسيبوها ان هي تاخد التجربه. شفت دي شفتها وهي في الاوائل قبل ما تسافر ما كانتش بتفكر في حاجه غير السفر بس عشان تقدر توصل. وصلت، هي بدات في نادي صغير اعتقد، بدات في نادي درجه ثالثه وبعد كده على درجه اولى على طول، وهي ما شاء الله كمان دلوقتي من هدافين الدوري الفرنسي. لا هي ما شاء الله عامله شغل، عندها شخصيه في الملعب، عندها شخصيه، ولما احترفت اختلفت تماما كاداء في الملعب وكخبره. لا انا حتى شفت ليها معظم ماتشاتها في الفتره الاخيره دي، لا حسن الاحتراف ادها ثقه اكتر وخلاها بقت. هو السؤال الاخير ليها بالذات كابتن مروه، بتتكلم فرنساوي ولا عربي لسه؟ لا فرنساوي، انا فرنساوي سمعتها فرنساوي. لا شاطره في الفرنساوي، شاطره خلاص. ربنا يكرمها يا رب. كابتن ياسر، السيدات في مصر ما عندناش على مستوى الافريقي، يعني خلينا نقول ان السنه فاتت عملنا تجربه كويسه قوي في النادي الاهلي وقدرتوا تنافسوا فرق قويه جدا، وانا فاكر بتلعبوا بترو اتلتيكو اعتقد بالزبط. وصلتوا لغايه 16 فرق واحد، كان النادي الاهلي كسبان فرق واحد وبعد كده حصلت خساره. ليه مش ما عندناش نفس طويل في المنافسه الافريقيه؟ نادي الاهلي او البنات عندنا احنا ما بنشتركش دايما، وده بيبعدنا شويه عن الساحه. تمام، ما عندناش كم الخبرات اللي عندهم. غير كده ان انت ما عندكش مشكله عندنا في مصر ان انت ما عندكش منتخب درجه اولى بنات. تمام، فده برضو بيخلينا ان ما بنشوفش الفرق دي وصل لغايه فين، ما بنقدرش نعرف، وبناتنا ما بتقدرش تشوف الكلام ده. القوه البدنيه طبعا حضرتك اكيد شفتوها في البطوله الافريقيه اللي فاتت. تمام، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشارك كتير، يبقى عندنا خبره، لان البطوله الافريقيه بالذات مش هتيجي من مره او اتنين او تلاتة. تمام، الناس دي عشان يوصلوا للمستوى اللي هم فيهم ده بقالهم من ساعه ما اتنشأت البطولات الافريقيه وهم بيشاركوا. تمام، فارجو من ان شاء الله الفتره اللي جايه ننظر في كما جزر النادي الاهلي ينظر للموضوع. اعتقد لما حصلت مشاركه في خبرات اختلفت، يعني مثلا عندنا في منتخبات مصر بنات وهم 16 سنه و18 سنه بنكسب بطولات افريقيا، اعتقد ده امل مبشر ليك. امل مبشر ليا، بس هي مشكله لان برضو يعني مثلا بنات 98 لما خلصوا بطوله افريقيه وكاس العالم هو ده الطموح اللي عندهم، بعد كده بنات كتير قوي بطلت لان شايفين ان هو مفيش منتخب اول، مفيش مرحله تانية. فخلاص البنت بتبدا بقى تتجه بقى لا عايز يتجوز ولا عايز يخطب بيتجه للتعليم وهكذا. للتعليم، ودي مشكله برضو احنا بنعاني بيها في النادي الاهلي في البنات. لان احنا النهارده لما بنيجي نشترك في بطوله عربيه او بطوله افريقيه في هدف. احنا خلاص يعني البطولات المحليه الحمد لله ربنا كرمنا بيها. فبنات طموحها اكبر من كده. يمكن الهزه اللي حصلت ديت ان هو لا هنسافر بطوله عربيه، لا مش هنسافر بطوله عربيه، لا هنسافر بطوله افريقيه، في معطيات. بالظبط، فعشان عقبال ما نطلع البنات من الجو دوت اعتقد ان احنا ان شاء الله في خلال الاسبوع ده نطلع، لان احنا عندنا بقيه الدوري هنكمل بيت الدوري، لسه دوري كبير ولسه دوري فيه منافسات. هنطلعهم من اللي هم فيه ان شاء الله. كابتن صلاح، كابتن ياسر عنده مشكله في الجواز والتعليم وي بس انا اقول لك من منطلق برضه حارس مرمى، حراس المرمى ليهم دماغ مختلفه طبعا، واللي بتقدر تتعامل مع الاربعه ازاي في الملعب معاك وانت بتبرر. بصراحه بص حضرتك البنات بالذات غير الولاد كويس، يعني لازم انت تتعامل ما تخش العمليه جامده قوي معاهم واحده واحده. وكمان لازم تتكلم معاهم كتير غير الولاد. الولد مثلا بتقول له استاذ كذا بيعمل كذا كويس، البنات لازم يتكلم معاهم كتير، لا الغلطه دي كذا وفي وقت بسيبهم. والشغل معاهم انا على فكره بيشتغل معاهم زي الواد بالظبط كويس، شغلهم جامد، بياخدوا شغل الواد بالظبط. تمام، شغل جامد، شغل جامد. بيقدروا يستحملوا ده؟ بيقدروا، ما فيش واحده فيهم بتزمزق يعني. انا كنت بتمرن بزمزق يعني. لا 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 لا، ولا بتزعق بقى وكده؟ لا 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 مفيش. لا في وقت لازم ازعق فيه معاهم عشان لما بلاقي مستوى بينزل. بيجي مثلا مستواك بينزل لازم تعلي، انت عندك مثلا نقطه ضعف في الحته دي لازم اشتغل على الحته دي نظبطها عشان يشتغلوا كويس. وهم بيشتغلوا كويس بس ما بيشتغلوا شغل جامد يعني، بتعبوا قوي. كابتن ياسر، يعني عندنا منافسه جامده، شمس، معادي، سبورتنج، سموحه، حاجات كتيره صح؟ تمام، شايفها ازاي السنه دي؟
السنه دي انا شايف ان المستوى عالي. يمكن الناس بس ما عندهاش فكره او ما شافتش الانديه الثانيه، لان انت عارف ان الدوري ما بيتزعش. عندي الجزيره، عندي الشمس، يعني الشمس والمعادي اخر مباراه ليهم كانوا تعادل تمام. عندي مثلا سبورتنج وجزيره تمام، على ارض سبورتنج طالع 26-24، نتيجه غير متوقعه. طب عايز اقول لك حاجه، معلش انا اسف اقطع كلامك والله. ايه رايك لو هنحلم مع بعض انت تسافر بطوله افريقيه، فهنجيب محترفين، فانا هجيب لك المحترف لغايه عندك خلاص، هناخدها على التليفون. مساء الخير يا كابتن مروه. كابتن خالد مساء الخير، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ مشرفانا ومشرفه النادي الاهلي ورافع راسنا في فرنسا. ربنا يخليك كابتن، ليا الشرف. قولي لي اخبارك ايه في الدوري الفرنساوي؟ الحمد لله احنا ماشيين كويس قوي السنه دي الحمد لله رب العالمين. لعبنا 12 ماتش، كسبنا 7 ماتشات وتعادلنا ماتش وخسرنا ماتشين من بطل الدوري الثاني بطل الدوري. احنا الرابع في الترتيب والحمد لله على مستوى الشخص ثاني هداف الدوري ما شاء الله. يعني ان شاء الله تكمل بالخير السنه دي ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. مروه كنت بتكلم مع كابتن سميرة جمعة طبعا زميله الملاعب كويس، وقلت لها قلبها ميت، قلت لها كابتن مروه قلبها ميت، سافرت كانت فاتحه المجال وكنت معاكي في الموضوع وشفتك وانت بتسافري عشان تعملي حاجه مختلفه في الهاندبول في مصر لكل البنات. قولي لي كده بس هرجع معاكي الذاكره شويه ورا، سافرتي باي امل؟ سافرتي باي روح؟ سافرتي باي طموح؟ والله كابتن يمكن الحمد لله الواحد يعني كان انا كنت من الناس المحظوظه ان انا ابقى بس مع النادي الاهلي، اتعلمت يعني ايه معنى احترام جوه النادي الاهلي، مع يعني ايه طموح، يعني ايه عادي يعني ما ينفعش نخسر. والحمد لله يمكن انا في حياتي مع النادي الاهلي كلها كان عندي 11 سنه لحد ما سبت النادي الاهلي، انا عندي 24 سنه يمكن ما خسرتش بطوله، ما خسرتش ماتش، فالحمد لله كان يعني المنافسه في مصر كانت شبه تكون يعني منعدمه. ان احنا كنا بنكسب على طول كل ماتشات في الدوري والكاس وبطوله المنطقه. فيمكن لما كان جالي عدد الاحتراف دوت انا كنت حاضر معايا الموضوع دوت على مستوى شخصي. كنت قعدت مع النادي الاهلي، قعدت مع كابتن الرئيس، رئيس النادي الاهلي كان حاليا كابتن محمود خطيب، كان نائب الرئيس قبل ما اسافر. كان الراجل رحب بالفكره جدا ووافق وسابني احترف. يعني كان عندي طموح، كان عندي طموح ان انا اعمل حاجه، كان حتى لما بدات سافرت على فرنسا درجه ثالثه وبدات اطلع من ثالثه لثانيه لحد ما وصلت درجه اولى ممتاز، لحد ما وصلت كابتن فريق الحمد لله رب العالمين. زي ما شرفت ان انا كنت كابتن فريق النادي الاهلي، بقيت اول كابتن فريق لنادي اوروبي، اول بنت عربيه كابتن فريق لفريق اوروبي، فده الحمد لله يعني كان طموح وحلم بالنسبه لي وربنا اكرمني فيه الحمد لله. كلمه اخيره قبل ما اسيب الكلام لكابتن سميره جمعه، على السوشيال ميديا متضايقه، حاسس ان انت متضايقه شويه على النادي الاهلي، لكن احنا اولادنا بنديهم روح. اتفضلي. طبعا لا والله طبعا كابتن سميرة جمعة طبعا كانت كابتني وشرفت باللعب معاها طبعا، اتمنى لها التوفيق وكانت لعيبه كبيره ولعيبه عظيمه، اتمنى لها التوفيق ان شاء الله. احنا مش فكره زعلانين ومش فكره، احنا طبعا يعني متضايقين شويه لكن ده طبيعي لان النادي الاهلي علمنا دايما ان هو الكوره رقم واحد في كل الالعاب. مظبوط. كوره في باسكت طايره هنقول كله. فبس احنا واثقين الفرق، احنا زعلانين بس احنا واثقين ان احنا هنرجع احسن من الاول تاني عشان هو ده اللي علمنا عليه النادي الاهلي. هقول طبعا للناس كلها على السوشيال ميديا او في كل مكان ما تخافوش على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبقى منا، ما تخافوش ان الاهلي هيرجع رقم واحد تاني لان هو ده اللي اتربينا عليه، هو ده اللي عشنا عليه طول عمرنا. كابتن مروه دي حقيقه، كابتن مروه عايزين نتبنى حمله. انا كنت لسه بتكلم في اول حلقه النهارده، الخساره هي مش الخساره، الخساره هي مش نهايه نهايه الحلم، هي بدايه المكسب للبطولات. عايزين نتبنى حمله دعم كامل لكل فرق النادي الاهلي، انا عارف انت قويه جدا على السوشيال ميديا مع كل الناس، عايزينك تتبني الحمله دي، ايه رايك؟ اكيد طبعا اكيد طبعا، ليا الشرف والله كابتن خالد من غير ما تقول اصلا انت عارف طبعا انا مش حاجه في حياتي، انا بلعب هاند بول وبتابع النادي الاهلي كل حاجه عارف. فكره احنا ممكن نخسر، ممكن نخسر ماتش كويس، ممكن تخسر بطوله كويس، بعدها بترجع تكسب اثنين وثلاثه. برافو عليك. مش عايزه الناس تقلق خالص، طبيعي دي رياضه، وارد ان احنا نخسر لكن الشاطر اللي بيكحس في الاخر يعني، فاحنا هنرجع ونرجع اول في الاول كل الالعاب ان شاء الله. معاكي بقى كابتن سميره جمعه عايزه اتكلمك، اتفضلي. ازيك يا مروه؟
كابتن مينا، ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ على فكره هي امبارح بالليل كلمتني والله. فرنسا عشان تطمن على الماتش، وقلت لها ان دي كانت يعني كانت ظروف ماتش مش اكتر، وان احنا ان شاء الله ربنا يسهلها باذن الله ونعوض الفتره اللي جايه. يعني عايز تقولي كلمه لمروه على التليفون كده واضحه وصريحه قدام الناس، اتفضلي. اقول لها ربنا يحميكي ودايما في تقدم وتوصلي لكل اللي انت بتتمنيه واكتر كمان يا رب. كابتن ياسر صلاح، ربنا يخليك كابتن سمير، ربنا يخليك يا رب. مره طبعا انا قابلتها كانت في الاجازه اللي فاتت، يمكن انا كلمتها في موضوع انها تيجي تلعب بطوله عربيه او بطوله افريقيه، طبعا مرحبه اكيد وقالت لي نبعت بس الجداول ونظبطها تمام، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لو كرمنا ببطوله افريقيه او عربيه هي جاهزه في اي وقت. وده مروه طبعا مش غريبه عن النادي الاهلي ومش غريبه عندي طبعا، بموت في حاجه اسمها مروه ويعرف الكلام ده كويس. طبعا كابتن ياسر طبعا وليا شرف وبالتوفيق، وكلنا وراكم وكلنا في ظهركم وواقفين في كابتن ياسر وواقفين في الجهاز الفني كله في اللعيبه كلها مش قد المسؤوليه، وفي الاخر السنه ان شاء الله هكلمكم عشان ابارك لكم على الثلاث بطولات ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن مروه عيد يعني بنشكرك اللي كنت معانا وبنستمتع بيكي دايما، وان شاء الله كده دايما موفقه، واول الدوري باذن الله واول بطوله اوروبا باذن الله، وتكوني هداف الدوري الاوروبي، وحاجه بتشرفنا جدا 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 يا كابتن مروه. شكرا كابتن مروه، حاجة رائعة أكيد صح؟ وحاجة مشرفة لمصر كلها إن إحنا يبقى عندنا في الهاندبول سيدات حد محترف. هي خدت تجربة مختلفة أنا يعني العشرة والقصة خدت تجربة بقلبها. خلينا نرجع للدوري كابتن سميرة والمنافسة، يعني كان زمان كان فرقة اتنين، دلوقتي المنافسة بقت في ست سبع فرق معاكي، إيه الفرق؟ إيه اللي اختلف بين قبل كده ودلوقتي؟ مبدئيا احنا يعني الحمد لله في النادي الاهلي احنا مختلفين عن اي حد في طرق تماريننا، في التزامنا، في شغلنا. الفكره بس ان في اللي هي المنتخب 98 والمنتخب 2000 لما طلعوا بنات، فطبعا البنات دي ابتدت تشترك، فالى جانب برضو ان احنا عندنا في ناس برضو منهم طلعوا معانا في الدرجه الاولى، فبقت المستويات متقاربه. اي نعم احنا فارقين طبعا الحمد لله بمراحل، بس الولاد الصغيرين دول لما طلعوا في الفرق الثانيه قووا شويه الفرق، فبقى في شيء من المنافسه معانا. يعني احنا كمان في ناس عندنا بطلت وفي ناس مصابين، فعشان كده الدوري ابتدى يبقى قوي شويه في حته ان ايه، ان يعني المستويات اللي هي السنيه تقاربت، فبقى في منافسه في الفرق كلها، مش فرقتنا احنا بس، في كل الفرق. كابتن ياسر عايزين برضو من حضرتك حاجه مهمه، عشان انا اكيد مش حافظ الفرقه زي حضرتك، عايزين نعرف الجماهير الفرقه عندنا بتكون من مين الاسماء، مين اللاعبين، حافظهم كلهم ولا انا عندي طبعا في حراسه المرمى غاده، وفي موني، وعندي هند، وايه اربع حراس مرمى دي كده حراس المرمى. عندي في الونجات ليفت عندي مي طبعا، مي هشام، كابتن فرقة. كابتن فرقة، كابتن بتلعب برضه مع كابتن سميرة صح؟ ما شاء الله عليها، بس كانت صغيرة وبعدين كانت ناشئة كبيرة أوي برضه، كابتن سميرة مش كبيرة برضه، كانت لسه مكبرة على الهواء قدام الناس دي لسه 18 سنة. اتفضل. وعندي يارا، وعندي ريم تمام، ريم ربيع. ريم ربيع مظبوط، ده في الونجات ليفت. عندي في الباك ليفت عندي منا، ولسه هي راجعه من اصابه في خلع في الكتف. منا دي اختموني صح، منا خير، شفتها حافظ ازاي، شفت انا عارف ازاي كويس. وعندي من مواليد 2000 رانا تمام، رانا راضي. وعندي في الهاف عندي اسراء والشرباجي كويس، مريم الشرباجي. مريم الشرباجي الشرباجي هيقولوا الشرباجي، بس انا متعود على الالقاب. بتقول الشرباجي في الملعب؟ طبعا انا لسه هقول مريم الشرباجي تمام، الشرباجي الشرباجي تمام. وعندي باك رايت، في الرايت بقى عندي دعاء، دعاء حلمي ما شاء الله عليك. عندي دنيا صقر، دنيا صقر، وعندي في الوينج رايت ساره الخولي، ساره الخولي وامينه عاطف تمام، وعندي على الدايره ليلى شريف،
وليلى وياسمين عبد الرحيم ما شاء الله. ليلى من مواليد 2000 ليلى شريف وياسمين عبد الرحيم 98 اعمار السنيه كلها صغيره. وعندي طبعا نصرة بس مصابه بتلعب في الخط الخلفي هي سواء بعد ما يشام. ايوه تمام. وعندي نور حافظ على الدايره تمام. دي اوعى تنسى دي ازاي بقى دي بنت كابتن احمد حافظ رحمه الله عليه. اتفضل. وعندي برضو ساره حسام بس هي لسه ما رجعتش من الرباط الصليبي. باك ليفت برضو كمان يعني. وعندي نسي حد ولا حاجه؟ لا ما وعندي برضو من 2000 شهد الشواربي. وعندي ميرنا تمام. دول بيطلعوا عندي بيطلعوا معانا في الدرجه الاولى. انا بهتم كويس قوي بالسن الصغير عشان مستقبل النادي وتبقى فرقه واقفه على رجليها. على اساس يعني انا مثلا كنت مثبت السنه اللي فاتت 2 من مواليد 98 هم النهارده اساسيين في الفرقه ما شاء الله تمام. عكس الفرق الثانيه لسه السنه دي طالعه. بعمل كده السنه دي مع 2000 يعني انا واخد 5 من 2000 تمام. مطلعهم معايا وان شاء الله هيبقوا من اول فريق الدرجه الاولى باذن الله. كابتن صلاح لو بصينا بصه للمراحل السنيه اللي تحت حراس المرمى تقول لنا ايه؟ تطمنا وتقول لنا اكيد بتبص تتابعهم. طبعا لا بسم الله. في 2000 حراس مرمى كويسين وفي 2002 وفي 2004 وفي 2005 وفي 2006 كمان. يعني حراس المرمى في النادي الاهلي حاجه مستقره كويس ما شاء الله. كويسين جدا كويسين جدا. كابتن سميره شايفه المرحله الجايه في الاعداد والخطط و و و و شايفها ازاي؟ هو كابتن ياسر طبعا البرنامج واحد ما فيهوش كلام وطبعا كل واحد فينا ليه دور في برنامج التدريبي. احنا طبعا في فتره المنافسات بيبقى الموضوع بيبقى مختلف شويه لان احنا كمان بيبقى عندنا ماتشين في الاسبوع ماتش في الدوري وماتش في بطوله المنطقه. فبنحاول ان احنا نقسم الشغل ما بين ايام الاسبوع والمنافسات الى جانب اليوم اللي هو بيبقى الراحه. فهي يعني كلها بتبقى عمليات تظبيطيه بس اللي هو ايه عشان خاطر احنا بنلعب ماتشين في الاسبوع فهو ده اللي بيخلينا ما بنشدش قوي. بيبقى حاجه كده يعني في اليوم اللي هو الفاصل ما بين الماتشات. سؤال مهم وده يعتبر السؤال قبل الاخير عشان احنا الوقت عندنا بيجري بسرعه. كابتن وانت موجود معانا بنتكلم مع الدرجه الاولى بس لازم نتكلم على القطاع كقطاع كفريق السيدات. اولياء الامور وحكايات اولياء الامور والقصص دي كلها مع ان اولياء الامور بقى جزء مهم جدا بتقابل الكلام ده ازاي كابتن ياسر؟ والله أنا الأمور شيء طبيعي. هم كل واحد شايف بنته أو شايف ابنه إن هو أحسن لعيب في الدنيا. أنا بقعد أسمع لهم كويس قوي وبنشوف إيه لو في شكوى أو في أي حاجة أنا والدكتورة هالة. والحمد لله يعني ما عندناش حاجات اوفر كبيره يعني. كبيره مش اولياء امور مش فكره اولياء امور احنا بنشوفها يعني بنسمع عنها. المشكله بس ان كل واحد عايز بنته كل المباريات تلعب صعب طبعاً. بيبقى عندي 30 واحد او 25 لعيب تمام. كتير قوي. عايزك تقول لهم كلمه عشان الدنيا تهدى. تقول لهم كلمه ايه على الهواء؟ عايز اقول لهم اصبروا يا جماعه. الناس كلها بتلعب. لسه السن صغير. احنا عايزينهم يلعبوا هاندبول. عايزينهم يكملوا لغايه الدرجه الاولى. مش عايز ابص الاقي ما اجي اوصل للدرجه الاولى الاقي 2-3 بس. ودي مشكله تمام. عايز عشرينات. عايز قاعده. عايز اتفرج اعرف انقي اعرف. الحمد لله احنا كل الدرجه الاولى من ابناء النادي يعني ما فيش حد من بره تمام. كلهم ولاد النادي تمام. عايز اقول لهم ان ماتش ضعيف زي ماتش قوي. لان هو بيبص هو نزل ماتش ضعيف لا ماتش قوي. كل دي فرديات. يعني كل واحد بيبقى فيه عنصر معين للمباراه فبنحط عينينا عليه ونشوف. يعني احنا عندنا الحمد لله عند الدكتوره هاله عندي اوشين مي نصر لعيبه مي نصر تمام. واخده بطوله النخبه 2009 واخده تاني صيفيه. عندي كريم
كريم ابو الخير واخد صيفيه 2007 واخد النخبه 2007. كابتن ياسر على جهاز البريد بصفه وعندي 2000 عندي الفرق الحمد لله كل الاسبوع اللي فات والاسابيع اللي فاتت ماشيه كويس، وعندنا ماتش مهم بكره مع الزمالك مواليد 2000 ان شاء الله ربنا لو كرمنا بيه يبقى احنا حطينا ايدينا خلاص على البطوله، على البطوله باذن الله. كلمه اخيره تقوليها بنواقع كابتن سميرة جمعه اللاعيبه الكبيره كابتن النادي الاهلي ولاعيبات النادي الاهلي، تقول لهم ايه على بيت السيزون؟ اقول لهم طبعا لو هم بيعملوا مجهود عايزه المجهود يبقى اكبر، لان هم السنه دي جامده، لان احنا عندنا السنه دي 4 بطولات، عندنا دوري وكاس وبطوله منطقه ودوري وبطوله سوبر، ماتشات كتير وضغط كتير، فاتمنى ان هم على قد ما يقدروا يعملوا مجهود ودايما يحطوا في دماغهم ان هم قبل ما بيلعبوا لنفسهم وبيلعبوا النادي الاهلي، النادي الاهلي اسم كبير جدا ما ينفعش ان انا افرط فيه او ان انا اتخاذل في اي حاجه، فلازم اشد جامد جدا واكمل لغايه الاخر، وهم باذن الله انا عارفه ان هم هيكونوا قد المسؤوليه وربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن صلاح كلمه اخيره لحراس المرمى في النادي الاهلي الاربعه. بقول لهم لسه الدوري طويل وننسى اللي فات، واي غلط حصل هنصلحه. لسه الدوري معاهم طويل قوي، وان شاء الله هيبقى هو احسن كمان، والدوري ان شاء الله هيبقى معانا والاربع بطولات معانا باذن الله. كابتن ياسر صلاح كلمه اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي. كابتن خطيب بكره بيعمل عمليه ان شاء الله. بندعي كلنا كابتن محمود خطيب ربنا يشفيه يا رب ويرجعه لنا بالسلامه يا رب، وبالتوفيق للمجلس وان شاء الله نعمل موسم كويس يبقى هديه لجماهير الاهلي والمجلس بيدعمنا الحمد لله ماشي ورانا. يمكن اللي حصل امبارح الناس كلها ما فيش اي مشكله ان هم شايفين الدوري ماشي ازاي. تمام. كابتن رؤوف برضو نفس الكلام طمن علينا امبارح ما فيش اي مشكله. في كلمه بس عايز اقولها لجهازي. لجهازك كابتن عاطف طه زعلان مني؟ ايه زعلان مني ما جاش صح؟ مفيش مشكله هنجيبه. اتفضل. انا بحيي طبعا الدكتوره هاله وبحيي المدير الاداري كابتن عاطف طه على جهده اللي فات واللي جاي ان شاء الله، وبشكر كل مدربين اللي في الجهاز، مدربين واداريين واداريين والدكاتره، وكابتن محمد بعلوشه ومحمد فهمي مش عايز انسى حد. هتنسى خدوا فهمي والدكتوره رود. تمام تمام. وجميع القطاع الناشئين بالتوفيق ان شاء الله، وربنا معانا ومع النادي الاهلي ان شاء الله، ويرجع علينا محمود الخطيب ان شاء الله. يا رب. انا نورتوني شرفتوني. من الشرف ان احنا كنا معاك بجد والله. كنت سايبك تسجل ربنا يكرمك. وفي اخر الحلقه عايز الجميع ان شاء الله كلها تدعي ربنا باذن الله ان بكره ان شاء الله كابتن محمود الخطيب عمليه ويرجع ان شاء الله باذن الله من المانيا ويشرف بلده وناديه ويرجع في وسطينا باذن الله. يا رب باذن الله كلنا نطمن عليه بكره. في نهايه حلقتك بشكركم وبشكر كل ضيوفي، وان شاء الله نتقابل بكره على من 7 ل 10 مع الاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.